بس حبيت أشارك بالتعليلة عن قصة عن الهجرة غير الشرعية للشباب، لأن في كتير شباب يعني بيحبوا إنهم يعني يطلعوا لأوروبا وشذيك، يعني إن حابين يطلعوا بسرعة، يعني تعرفين كيف حلم الشباب وتفكيرهم. فللأسف يعني بيحبوا إنهم يوصلوا، عايزين يوصلوا عن سرعة البرق، يعني تعرفين كيف تفكير الشباب، السيارة وإلى آخره. فللأسف إنهم بعض الأحيان بيطلعوا عشان يحصلوا هذا الشيء، ما بيحصلوه، بيحصلوا الآخر بيدفع ثمن حياته، ثمن هذا الشيء اللي هو عايز يوصله. لأن أنا مريت نفس القصة هاي، يعني وطلعت هجرت من بلد عربية لبلد عربية على أساس إني أطلع لأوروبا يعني. فكنا تقريبا يعني حوالي من الشباب 12-13 شخص، فواحد منهم انكسرت رجله. ففي معانا هذا الدليل اللي هو بيعرفنا الطريق كيف نروح وكيف نيجي يعني. فتمينا كلنا حواليه ان نشوف ايه قصته، يعني هنقدر نساعده بايه. فهو حكى لنا كلمتين، قال انا الحكي اللي بحكيه ما بيتكرر، اللي بده يفضل معه يشوفه مصيره هيكون نفس مصيره، اللي بده يلحقني هيوصل. فطبعا هو قاعد بجبل بصحراء رجله مكسوره، فطبعا مصيره مجهول بالنسبه لنا كلنا، ما فيش حد يعني يضل يفضل معاه يشوف ايه حكايته. فكلنا بدانا ال 12 او 13 شخص واحد ورا الثاني يمشي ويتركوا الحال. المسكين سيبناه ما بنعرف مصيره لحد هلا. فالحكي هذا كان تقريبا بال 2001، يعني هلا 9 سنين ما بعرف عنه اي شيء. الشيء اللي بيتعبني من الداخل ان انت يعني رجله مكسوره سايبه في جبل، ما انت عارف ايه حكايته، ايه اللي حصل معاه، وصل راح وين، طلع له شيء من الجبل اكله وكان ماني، ما بتعرف. فاللي انا عايز احكيه محصله ان كده يعني للاسف ده واحد من ضمن الناس اللي فقد عمره او فين راح او ايه اللي حصل معاه، ما حدش بيعرف. ف يعني الله كان يعينه على حاله، يعني في وسط جبل ولا عارف حدا ولا شايف ولا وين يروح ولا وين يجي ولا ده ولا ده، وكلنا مشيناه وسبناه. وبتيجي علاوه عن كده هي تعتبر مافيا بيتاجروا بالبشر، يعني بيجي بيتفق معاك الشخص مثلا، وانا نفرض جدلا بوصلك للمكان المعين ب 500 دولار، بيجي يروح واحد تاني طب قدين ده جبته، بيقول له ب 500 دولار، طيب بتاخد 600 وبتسيبهولي، بس يبدا يتاجر فيك. انت طيب انت قاعد انت متفق على 500، لا انا بدي منك 1000 دولار، طب ما معيش ادفع، بقول لك التليفون اهوت تفتح لك خط تحكي مع الشخص المعني بك، يعني اهلك صاحبك اللي راح يامن لك الفلوس يعني المصاري، بقول له ما معيش، تقول لك تحكي مع الشخص المعين، يفتح لك تليفون بتحكي معه، انا فلان الفلاني حولي فلوس على رقم الحساب ده، ولا بتقدر تقول له انت فين ولا في مكانك ايه ولا قصتك ازاي، اكتر من انك تقول له حول لي فلوس على الحساب دوت. وكل ما انت قاعد عنده الحساب بيزيد، عداد عم بيعد عليك، بدل ما كنت ب 1000 تبقى ب 1100 1200 دولار، وكل يوم سعرك عم بيزيد. وكل ده ورا الطموح ان الناس عايزه ان عايز يوصل بسرعه ويعمل حياته ويدي، وفي الاخر ما بيحصلش حاجه يعني. وتجارة تجارة في الناس يعني. فبتمنى ان القصة ديت يعني ان كل شاب وكل شابة يستفيدوا منها، انه ما يجرب اللي يروح الشيء اللي ما اللي مجهول بالنسبة له، انه مش عارف هو رايح فين ولا جاي فين. وتخيل انت بقى ما بتطلع جبل وتنزل جبل مجهول، ما انتش عارف رايح على فين واللي بيتم معاك. فانا يعني حبيت اطرح لكم قصة هاي عشان احنا يعني شبابنا اللي زي الورد دول كلهم طموحهم كتير كبير، فبيحب بسرعه عشان ما يوصلش اللي انا وصلت له يعني، او يتعرض لا سمح الله لاذى او يحصل فيه اي حاجه او ده وده. فان شاء الله ان حد يستفيد من القصه ديت، لان يعني ماساه اللي انا شفته بعيوني صعب يعني اي حد يصدقه. يمكن انا بحكي لكم الوضع دوت يعني اي حد انت تخيل ما يكون واحد رجله مكسوره هيك بتخرخش وتسيبه تمشي بالجبل، يعني وصلت لكده، لان انت لو قعدت معاه هتحصله مش عارف ايه مصيرك. فان شاء الله كل الشباب يا رب يستفيدوا منها، وان اللي عايز اقدمه لهم ان كل شيء بالصبر بيصير، ما حدش يستعجل يعني ان عايز يطلع بسرعه
بسرعه الريح، يعني السلم واحد بيطلعه سلمه سلمه يعني، فما فيش داعي ان انا اجيب نهايه السلم في خطوه واحده يعني. فان شاء الله يعني تكون استفدتوا، وانا يعني مش عارف اعبر عنك اكتر من كده يعني. شكرا.